والدته طلاب الصف السادس الابتدائي. النهارده ان شاء الله يا ولاد حياتي هناخد درس تاريخ في التاريخ اسمه دكتور الحمله الفرنسيه مصر. هنتكلم عن الحمله الفرنسيه والفرنسيين ازاي دخلوا مصر. اول حاجه كان قائد الحمله الفرنسيه اللي هي اللي عملها هو نابليون بونابرت. عمل كان عايز يجي على مصر وياخدها عشان يعملها ايه؟ مستعمره ليه؟ عشان هو فقد كل مستعمراته في الشرق فكان هو عايز يعمل مستعمره. هنعرف يعني ايه مستعمره. اول حاجه قال انا وانا بعمل الحمله الفرنسيه دي لازم تكون سريه. يعني محدش يعرف ايه؟ ليه؟ كان في الاسطول الانجليزي كان واقف على البحر المتوسط بيراقب كل حد بيتحرك في اي ملاحه، اي حد، اي اسطول بيتحرك جوه البحر المتوسط كان الاسطول الانجليزي بيعرف بيه. وكانت انجلترا وفرنسا كانوا جنب بعض، كانوا اعداء. كان دوله فرنسا ودوله انجلترا كل واحده بتحارب الثانيه. دي عايزه تخلي انجلترا، فرنسا عايزه انجلترا ما يبقاش عندها مستعمرات، وبرضه انجلترا مش عايزه فرنسا يبقى عندها ايه؟ مستعمرات في الشرق. فكانوا بيعملوا حرب مع بعض. فدي قاعده مستنيه دي تعمل اي حاجه ودي قاعده مستنيه دي تعمل اي حاجه. هو قال ايه؟ انا لازم اجي اعمل حمله اعملها سريه. طب يعني ايه كلمه حمله؟ حمله يعني ايه؟ حمله يعني تجهيز الجيش وتوجيهه لاهداف حربيه. يعني يجهز الجيش وايه؟ ويدفع بيه عايز يعمل بيه حرب. اسمها حمله. قال ان الحمله بتاعتي لازم تكون سريه عشان اخبار الحمله ما تتسربش للاسطول الانجليزي نتعرض لمواجهات في البحر المتوسط. هم كانوا واقفين بيراقبوا الملاحه في البحر المتوسط. بيقول لك بما تفسر؟ قام نابليون باعداد حمله سريه على مصر. ليه خلاها سريه؟ ليه ما كانش عايز حد يعرف بيها؟ حتى تتسرب اخبار الحمله وتتعرض لمواجهات الاسطول الانجليزي. الاسطول الانجليزي اللي قاعد بيراقب الملاحه في البحر المتوسط كان اول ما يسمع اخبار ان نابليون بس بيجهز لايه؟ لحمله على مصر كان هيتعرض لمهاجمه ومش هيخلوه اصلا يعدي خالص. طب الحمله اللي عملها نابليون وهو قائد الحمله الفرنسيه عمل الحمله هل طلع بس هو والجيش بس؟ لا، كان مجهز الحمله تجهيز شامل. كان مستقبل الحمله كانت متزوجه معاهم جوه المراكب اللي طلعت الحمله اجهزه، اجهزه كل حاجه، معدات واسلحه، كان معاهم اشكال اسلحه كلها. كان معاهم علماء في كل العلوم. كان معاهم كتاب ورسامين ومصورين. كان معاهم مثلا الطبع او اله الطبع عشان خاطر اي قرار يعمله او اي حاجه يعملها يطبعها ايه؟ مع قبل ما يجي منشورات او اي حاجه يطبعها قبل ما ينزل. يبقى الحمله معناها تجهيز الجيش وتوجيهه لاهداف حربيه. كان في حمله اسمها الحمله الفرنسيه على مصر. مين قائدها؟ نابليون بونابرت. مين القائد؟ نابليون بونابرت. عمل حمله سريه او اعد حمله سريه على مصر حتى تتسرب اخبار الحمله لمصر وتتعرض لمواجهه المسؤولين الانجليزي. طب ايه تجهيزات الحمله؟ الحمله كان فيها ايه؟ كان فيها اجهزه، معدات، اسلحه، علماء، كتاب، رسامين ومصورين. طب ايه اسباب الحمله؟ كان في اسباب الحمله اسباب معلنه اللي هي غير حقيقيه اللي هو قالها، واسباب غير معلنه اللي هي حقيقيه اللي هو ايه ما قالهاش. اول حاجه الاسباب المعلنه اللي هو قالها انا جاي اعمل حمله على مصر عشان حاجات غير حقيقيه، هو ده اللي اعلنها. اول حاجه تقديم الممالك. كان لما يبقى في تجار فرنسيين جوه مصر كان المماليك بيأذوهم، كانوا بيتعرضوا لهم لما بيجوا مصر، فقال انا جاي اقدم المماليك اللي كانوا بيأذوا ويتعرضوا للتجار الفرنسيين في مصر. تاني حاجه يا ولاد قالت حمايه التجار الفرنسيين في مصر. انا جاي احمي التجار بتوعي. تالت حاجه يا ولاد انشاء حكومه وطنية يحكمها المصريين. قال يعني هو جاي عشان خاطر مصلحة المصريين عايز يعمل لهم حكومة ما يبقاش فيها ولا مماليك ولا فيها أي حد، يبقى هم اللي بيحكموا. يبقى الأسباب الغير حقيقية غير معلنة تقديم المماليك، حماية التجار الفرنسيين في مصر، وإنشاء حكومة وطنية يحكمها المصريين. طب الأسباب الغير معلنة اللي هو خباها وما قالش عليها ودي اللي كانت الحقيقية بقى، هو كان عايز يعمل ايه؟ قطع الاتصال بين
انجلترا ومستعمراتها في الهند. ايه ده؟ يعني ايه كلمه مستعمره؟ مستعمره يعني معناها اقليم، يعني مكان يحكم اجنبي يتوطنوا او يستغلوا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مكان اللي بيحكمه واحد غريب. اجنبي مش معناه بيتكلم انجليزي، لا، اجنبي يعني واحد غريب، غريب عن التقليد ده. يا اما بيجي يعيش فيه، يعني بيجيب حقه وبيجيب اهله وبيجيب اللي بتوع البلد اللي هو يتوطنوا يعني يسكن فيه يعيش فيه، او يستغله، يبدا بقى ياخد منه الحاجات، يبقى قاعد في بلده ويستغله، زي العثمانيين لما كان قاعد السلطان العثماني في الاسكانه او في القسطنطينيه، كان بيبعت كويت وبيبعت خراب بيوصل له، ده بيستغله مش متوطنه. يتوطن يعني يعيش فيه، يبقى يعني ايه كلمه مستعمره؟ اقليم يحكمه اجنبي يتوطنوا او يستغلوا، اقليم يحكمه اجنبي يتوطنوا او يستغلوا. يبقى اول حاجه كان هي انجلترا كان عندها مستعمرات بتاعتها في الهند، اقوى مستعمرات في الهند، في الشرق كان هي المستعمرات بتاعت انجلترا، كان هو عايز يقطع الاتصال يقفها في النص ما بين انجلترا ما بين مستعمراتها في الهند، يبقى كان عايز يقطع انجلترا في اوروبا ما بين مستعمراتها في الشرق في الهند، يقطع الاتصال ما بينهم ويقفهم زي اللي هم في السوق. طيب تاني حاجة يعمل ايه بقى؟ إنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق، عايز يعمل مستعمرة تنافس المستعمرة بتاعت انجلترا في الهند، بس يكون في مكانها مصر. يبقى عند الحملة أو نابليون لما عمل الحملة كان عنده أسباب معلنة اللي هي الجيل الحقيقية وأسباب معلنة. الأسباب المعلنة اللي هي الجيل الحقيقية تأكيد المماليك، حماية التجارة الفرنسية في مصر، إنشاء حكومة وطنية هي الحكومة المصرية. طب الأسباب غير المعلنة اللي هي الحقيقية، قطع الاتصال ما بين إنجلترا ومستعمرتها في الهند، قلنا يعني كلمة مستعمرة، إقليم يحكمه أجنبي يتوطن أو يستقل. وإنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق يكون مقرها أو